صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدين ومشاهدات. اليوم وجدت لكم بعض الوصفات ديال لي كيك سالي. لي كيك سهلين، تيجي ولداد وتيصبروا بزاف وتيطيحوا رخاص. هذا هما سالي ولا سكري، تيطيحوا رخاص بزاف. عاد اليوم لي كيك سالي، الوغ الاساس لا باز ديال الكيك شنو هو؟ الطحين، الحليب او شويه ديال الكورت وشويه ديال الزيت والبيض. حنا دابا باش نردوهم صحيين ونقدروا كل يعني كل واحد اللي عنده انتيرابي نقدروا نديروا له الكيك ديالو خاص، تنلعبوا كي تنقولوا فرونسي اونجو سور لي فارين وسور لي ليتاج. تنقدروا نديروا الطحين طبيعي، تنديروا الطحين كومبلي، تنقدروا نديروا الطحين ديال الذره، تنقدروا نديروا الطحين ديال الروز، يعني تنغيروا. نقدروا نديروا يوغورت ولا الحليب ولا الحليب نباتي ديال اللوز ولا ديال الكوكو ولا ديال السوجا. غنبدا باذن الله بالكيك الاول. الوغ هذا الكيك الاول شنو هو؟ الوغ دائما لا باز هما 150 غرام ديال الطحين، الوغ اما نوع واحد ولا مخلط، كاس ديال اليوغورت ولا كاس ديال اتاي صغير ديال الحليب، وثلاثه حتى اربعه البيضات، والزيت على حسب. نقدروا نديروا واحد ثلاثه المعالق، يعني كل جوج بيضات نديروا معلقه ديال الزيت كبيره، الوغ اما زيت نباتيه، زيت العود، او نقدروا نديروا الزبده ولا القشطه الطريه على حسب المذاق، وتنبداو نوعوا. الوغ هاد الوجبه الاولى شنو هو؟ هاد الكيك الاول شنو هو؟ هذا ان كيك سالي باش مصوب، مصوب بفرماج بيض. تناخذ داك الفرماج اللي قاصح، وتناخذ شويه ديال القرقع، شويه ديال الشريحه، تنبخرها وتنقطعها طريفات صغار. الوغ هذا شنو اللي فيه؟ ما فيش نهائيا الماده الدسمه، ومصوب بالطحين، نص طحين ونص طحين ديال الساغازان. واحد الطحين تنجبرو حتى هو شويه شويه صفر، وتيفيه الالياف بالكثره. دونك هذا الكيك الاول مصوب كيف قلت لكم، دونك بشويه ديال القرقع، درت فيه شويه القرقع، شويه ديال الشريحه، شويه ديال الفرماج، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. ها هو كيك تنوجدو، وتيتكال سخون ولا بارد ولا دافي. ها هما هادو هما لي كيك الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه شنو هي؟ الوغ هادي درت غير الطحين الكامل، ما درت حتى نوع اخر، درت فيه غير جوج البيضات. داكشي علاش الطحين الكامل تيجي شويه ثقيل، ولكن خصنا نطربوا البيض بزاف. عاد درت هذا فيه زيت الزيتون، وباش مصوب بشويه ديال لي زيبينار، ودرت مع داك لي زيبينار شويه ديال لي شامبينيون طيبتهم، ودرت معاه كذلك شويه ديال الدجاج طري، شويه ديال الدجاج ولا الكفته ولا الحوت، تنفرتوها باش تعطينا حتى داك المذاق، وتعطينا البروتينات. دونك هذا ان كيك مصوب لي زيبينار، هذا غير بالطحين كامل، وتيتكال لي مزيان. هما هادشي تيتكال بارد ولا دافي. حاجه اخرى، سرديل، سردل صحي، لي زوميغا 3 فيه الكالسيوم، كثرتو على الوقت، وسردل رخيص، كثرتو ديال العلب. هذا باش مصوب، هذا مصوب بشويه ديال لاموتارد، شويه سردل، وتناخذ مطيشه، مطيشه اما تنيبس هذاك لا تيماتيشي وتنخليها بايته فشويه ديال زيت الزيتون، او تنطيبها في الفران بشويه ديال زيت الزيتون، وتنقطعها صغيره صغيره صغيره. دونك هذا باش مصوب، هذا مصوب باليوغورت، يعني البيض، زيت الزيتون، اليوغورت، سردل تنفرد وشويه ديال الطريفات ديال المطيشه تنقطعهم صغيورين. ها هو دونك تيجينا كيك يعني وصحي كثرتو. وصفه اخرى نقدروا نديروا دي كيك كاري. صوت هذا النوع الكيك هذا شنو فيه؟ هذا مصوب غير بالطحين ديال الخرطه بلو سون دافوان، في كذلك مطيشه طيبت، مطيشين صوص طوماط، كاس كبير ديال مطيشه طيبه، واحد 100 حتى 120 غرام ديال الطون، ودرت فيه الحليب ديال اللوز، ودرت كذلك نص كاس صغير ولا ثلاثه المعالق ديال زيت ارغان باش تنوعوا. وطبعا درت شويه ديال الزريعه. ها هو دونك كيك بلا صوص طوماط، وتا هو تيجي لذيد وتيتكال بارد اولا سخون. هانتوما غادي تشوفوا هادو كلهم وصفات باش واحد تنبدلو، وكيف تنقول تيطيحو رخاص بزاف عاك. دونك هذا لي زانفون والناس كبار ياخذوا دو ترانش كوم سا. هو هذاك. الوغ بعض المرات تيكون عندنا الخليع، طبعا تنعرفو واش تنطيبو بالخليع، درت دي بوتي كيك بالخليع. الوغ هنا درت الطحين عادي، طحين بيض ديالنا عادي، ودرتو بشويه ديال
زيت العود وشويه ديال الزيت ديال داك الخليع. من الاحسن تشريو الزيت الخليع طايب في الزيت، ولا ملي تتصاوبوه في الدار وتتيبسوه تتبقاو تغليو داك القديد اللي تنقولوا حتى تيطيب مزيان، وتديروا هكذاك سخون شويه ديال الزيت، تيجينا شويه صحي. هو الخليع ماشي صحي 100%، دونك هذا الكيك عادي مصاوب يوغورت، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزيت ديال الخليع، وفيه شويه ديال المعدنوس طبعا، ما بغيتش ندير البصله. ها هو تيجي ان كيك بطيبة الخليع وتيجي لذيذ. وهادو كلهم هاد لي كيك تنقدروا نرافقوهم اما بان سالاد دو كروديتي راه فيها الالياف، تيجينا ان بلا كومبلي، ناخذوا طريف من هاد الكيك وتنديروا اما ان سالاد دو كروديتي ولا شويه ديال الخضر طيبه في الفران هكذا، وفي اخر ساعه تنديروا شويه ديال زيت العود. دائما تتكون عندي شويه الثومه تنزيدها، دونك هادو صحيين. الوغ لو كود كور ديال اليوم شنو هو؟ لو كود كور هو هاد الكيك. الوغ هاد الكيك ما مصاوبش بالطحين نهائيا، باش مصاوب تناخذ داك العدس كوغايل، العدس اللي شويه ليموني، وتناخذ هنا كاين تقريبا 350 غرام ديال داك العدس، تنطيب داك العدس بداك الماء اللي القياس ديالو، تنلوح معاها بصيله مقطعه شويه طريفات صغار وشويه ديال الثومه. ملي تيطيب ما خصوش نطحنو، تنخلي غير تيتحل شويه، تنقطرو. ملي تنقطرو تنحك معاه واحد البصيله وتنزيد معاه التوابل، دونك هذا، وباش تيقبض داك العدس باش ما تيجيناش شويه حرش، تناخذ لا شابلور يعني تيكون عندنا الخمس في الدار، تنحمروه وتندقوه ولا تنطحنوه في شي ماكينه، وتنخل داك لا شابلور باش تيقبض. هنا كاين كامام سته البيضات، حيت العدس اختي ياكل تيشرب بزاف ديال السوائل، سته البيضات، الملحه والابزار، وغديتو بشويه ديال لي نوازيت، شنو ما كان عندكم بلي نوازيت هانتوما تشوفوا. دونك هذا هو لو كوب دو كور مصاوب بلي لانتي كوراي، نحاول نقطع لكم شويه. ها هو دونك هذا بلي لانتي كوراي وبلا شابلور، شويه ديال المعدنوس، ها هو شويه ديال البيستاش مطحون، بيستاش ولا لي نوازيت مطحون فيه، ها هما لي بتي بو دو العدس. دونك وتيجي الوغ هذا تيجي ما بين اون تيغين وما بين ان كيك، واللي فيه مزيان كامل هذا، فيه الالياف السكريات البطيئه، فيه يعني البروتينات ديال البيض، فيه هذا ما درتش فيه نهائيا، يعني تنحاول ما نديرش ماده دسمه، ولكن نقدروا نديروا فيه شويه ديال الماده الدسمه. لاباز ديال الكيك تنعاود نقول جوج بيضات معلقه كبيره ديال الماده الدسمه، زيت زيتون او القشطه الطريه. تنتمنى بان هذه الوجبه تعجبتكم، وتنقول لكم الصحه والسلامه.